أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ في رحاب مدرستكم مدرسة نت. درسنا لنهار اليوم هو توزيع الضرب على الجمع والطرح، بعبارة أخرى النشر والتحليل. قاعدة، وش معناها توزيع الضرب على الجمع أو الطرح؟ هنا وش عندنا؟ عندنا ك اللي هو عدد مضروب في قوس، وكاين عبارة بين قوسين اللي هي الجمع. ماذا يساوي ك في بين قوسين أ زائد ب؟ هي ك في أ زائد ك في ب. أعيد، ك في بين قوسين أ زائد ب هي ك في أ زائد ك في ب. ك في أ زائد ك في ب. هادي في هادي، ندير الزائد هنايا، هادي في هادي. ضرب عدد في مجموع، هذا هو ضرب عدد في مجموع، يعني ضرب هذا العدد في حدي هذا المجموع. معناه نضرب هذا العدد في حدي هذا المجموع، هذا الحد الأول وهذا الحد الثاني. نقول إن الضرب توزيعي على الجمع، يعني نقدر نوزع الضرب على الجمع. مثال، أ يساوي أربعة في بين قوسين ثلاثة زائد خمسة عشر. هادي كي نروح نحسبها واش رايحة تمدلي؟ أربعة في نسبقو، قلنا كنا في دروس سابقة ذكرنا أن الأولوية للأقواس، معناه تولي لي ثلاثة زائد خمسة. نسبقو نحسبو قبل ثلاثة زائد خمسة، عفوا زائد خمسة عشر تساوي ثمانية عشر. إذا تصبح أربعة، نعاود نكتبها كيما راهي، في ما حسبناهاش نعاود نكتبها كيما راهي، وثلاثة زائد خمسطاش تساوي تمنطاش. نكتب النتيجة، أربعة في ثمانية عشر يساوي اثنان وسبعون. الآن هذه رايحين نوزعوها على الجمع، يعني هذا الربعة رايحين نوزعوها على الجمع، ماذا تصبح؟ ونتأكد أنها نفس النتيجة النهائية. أربعة في ثلاثة زائد أربعة في خمسة عشر. أربعة في ثلاثة، والأولوية هي خيل الضرب بالترتيب من اليسار نحو اليمين، يعني الأولوية لأربعة في ثلاثة تساوي 12، وأربعة في 15 تساوي 60. تصبح أربعة في ثلاثة 12، نعاود نكتبها، زائد ما استعملناهاش نكتبوها، أربعة في 15 تساوي 60. إذا 12 زائد 60 يساوي 72. لاحظوا أعزائي التلاميذ أننا وجدنا نفس النتيجة. القاعدة الثانية، الضرب توزيعي على الطرح، يعني ك هدايا مضروب بين قوسين في أ ناقص ب، ماذا يساوي؟ يساوي ك في أ ناقص ك في ب. ك في أ ناقص ك في ب. ونقول ضرب عدد في فرق، هنا ضربنا عدد في فرق، يعني ضرب هذا العدد في حدي هذا الفرق. معناه رانا نضربوا هذا العدد في حدي هذا الفرق. نقول إن الضرب توزيعي على الطرح، لأن الضرب قدرنا نوزعوه على الطرح. مثال، ب يساوي 12 في 4 ناقص 1. نحسبوها من بعد، نحسبوا العبارة تاع التوزيع ديالها. إذا 12 في 4 ناقص 1، نسبقو نحسبو العبارة التي بين قوسين اللي هي 4 ناقص 1 وتساوي 3. 12 ما حسبناهاش نعاودو نكتبوها، في ما حسبناهاش نعاودو نكتبوها، و 4 ناقص 1 يساوي 3. إذا 12 في 3 يساوي 36. بالنسبة للعبارة الثانية، هنايا وزعنا العدد تاعنا، وزعنا الضرب تاعنا على الأقواس، على الطرح الذي يوجد بين قوسين. 12 في 4، 12 في 4 ناقص 12 في 1. الأولوية للضرب ابتداء من اليسار أو بدءا من اليسار، 12 في 4 يساوي 48 ناقص 12 في 1 يساوي 12. 48 ناقص 12 يساوي 36. لاحظوا أعزائي التلاميذ أننا وجدنا نفس النتيجة. التمرين الأول، احسب بطريقتين مختلفتين.
إذا نحسب كل عبارة من عبارات المعطات بطريقتين مختلفتين. أولا A يساوي 11.5 في 5.5 زائد 4.5، B يساوي 14.2 في 5.5 زائد 14.2 في 0.5، C يساوي 24 في 15 ناقص 11، D يساوي 12.5 ناقص 7.5 في 8.5، E يساوي 12.52 ناقص 6.05 في 3.5. نمر الآن إلى حل هذا التمرين. نبدأ 11.5 في 5.5 زائد 4.5. الطريقة الأولى هي أن نبدأ بالعبارة التي توجد بين قوسين، من بعد نمر للضرب. صافي نسبق ونحسب خمسة، عفوا قبل ما نحسب. والطريقة الثانية هي نوزع 11.5 على الجمع، معناها تولي لي 11.5 في 5.5 و 11.5 في 4.5، من بعد نحسبوهم. إذا كي نحسبو بالطريقة الطريقة الثانية لهذه الطريقة، نديرو 11.5 في 5.5، قلنا الأولوية للضرب تساوي 63.25، زائد نعاودو نكتبوها 11.5 في 4.5 تساوي 51.75. بعدها نجمعو، نجمع 63.25 زائد 51.75 أجد 115. بالنسبة للطريقة الثانية، الطريقة الثانية قلت أنه الأولوية للأقواس، معناه نحسبو 5.5 زائد 4.5 رايحة تساوي 10، نعود نكتبو 11.5 في مكانها لا يتغير مكانها، في نعود نزلوها كذلك نكتبوها في مكانها، 5.5 زائد 4.5 يساوي 10، حسبناها كتبناها هنايا، 11.5 في 10 يساوي 115. إذا لاحظوا أعزائي التلاميذ أننا وجدنا نفس النتيجة وهي 115. نمر إلى العبارة الثانية. بالنسبة للعبارة الثانية وهي B يساوي 14.2 في 5.5 زائد 14.2 في 0.5. الطريقة الأولى هي أن نحسبوا هكذا العبارة كما راهي، الأولوية للضرب بالترتيب من اليسار نحو اليمين، نبداو نحسبو 14.2 في 5.5 ونحطو النتيجة ديالها، زائد نزلوها 14.2 في 0.5 نحطو النتيجة تاعها، من بعد نجمعو. كما كنت نتكلم، حسبنا 14.2 في 5.5 لقيناها 78.1، زائد 14.2 في 0.5 لقيناها 7.1، بعد الجمع لقينا 85.2. الطريقة الثانية نروح نشوفو وين راهو العامل المشترك هذا بين الضرب هدايا، بين الجوداء هذا والجوداء هذا. هذه العبارة راهي عبارة عن مجموع جودائين. الجوداء الأول نروح نشوف وشنو هو العامل المشترك بين الجوداء الأول والجوداء الثاني. راني نلاحظ بلي 14.2 هو اللي راهو يتكرر، معناه 14.2 نروح نكتبو مرة واحدة في، ونكتب بين قوسين الأعداد اللي تبقات اللي هي 5.5 زائد 0.5. أعيد، نروح نشوفو عندنا هنايا مجموع جدائين، الجداء الأول زائد الجداء الثاني. في الجداء الأول واش عندي؟ عندي 14.2 في 5.5، والجداء الثاني عندي 14.2 في 0.5. واش هو العدد اللي راه يتكرر؟ هو 14.2، نجبدو عامل مشترك، واش يقعد لي؟ في يقعد لي 5.5 في 0.5. طريقة حساب هذه العبارة، نسبقو نحسبو العبارة التي بين قوسين وننزلو الأعداد الأخرى. 5.5 زائد 0.5 تساوي 6، إذا تصبح ب يساوي 14.2 في 6 وتساوي 85.2. نمر إلى العبارة الثالثة وهي العبارة C، وهي 24 في 15 ناقص 11، دائما بطريقتين. الطريقة الأولى هنايا هي نحسب الأعداد التي توجد بين قوسين، 15 ناقص 11 تساوي 4، نزلوا 24 على جنب ما حسبناهاش ونزلوا في 24 في 4 يساوي 96، إذا C يساوي 96. بالنسبة للعبارة الثانية رايحين نوزعوا، نقدروا نقولوا ننشر
نوزعوا 24 على القوس. 24 في 15 ناقص 24 في 11. 24 في 15 ناقص 24 في 11. الأولوية للضرب نحسبوا 24 في 15 نلقاوها 360 ناقص، نزلوها لأننا لم نحسبها بعد، 24 في 11 تساوي 264. 360 ناقص 264 تساوي 96، وجدنا نفس النتيجة. العبارة الرابعة وهي دي تساوي 12.5 في 8.5 ناقص 7.6 في 8.5. قلنا الأولوية للضرب، معناه نحسب 12.5 في 8.5 ونحط النتيجة تاعها لقيتها 106.25. نزيد نحسب 7.6 في 8.5 لقيت النتيجة هي 64.6. ندير 106.25 ناقص 64.6 فأتحصل على 41.65. الطريقة الثانية هي أن نشوف عامل مشترك بين هذا الجداء وهذا الجداء. لاحظوا أن العامل المشترك هو 8.5. نستخرجوا 8.5 عامل مشترك، واش يبقى لنا داخل الأقواس؟ نديروا 8.5، نديروا علامة في، نديروا قوسين، داخل القوسين نكتبوا الأعداد المتبقية، 12.5 ناقص 7.6. طريقة الحساب هي أنه نحسبوا قبل واش كاين داخل الأقواس، معناه 12.5 ناقص 7.6، طبيعة الحال نزلوا 8.5 في 12.5 ناقص 7.6 يساوي 4.9، 8.5 في 4.9 يساوي 41.65. وجدنا أعزائي التلاميذ نفس النتيجة. أنصح دائما بتوقيف الفيديو، حل التمارينات لوحدكم أو المحاولة في حل هذه العبارات أو المحاولة في الإجابة عن الأسئلة لوحدكم، ثم التأكد من صحة الجواب. العبارة E 3.5 في 12.52 ناقص 6.05 في 3.5. ما هو العامل المشترك بين الجدائين؟ هو 3.5. إذا الطريقة الأولى للحساب هي نحسب 3.5 في 12.52 فنتحصل على 43.82 ناقص نزلوها، و 6.05 في 3.5 نتحصل على 21.175. نطرحوا 43.82 ناقص 21.175 نلقاو النتيجة هي 22.645. بالنسبة للطريقة الثانية نستخرجوا 3.5 عامل مشترك، واش يقعد لنا؟ يقعد لنا 12.52 ناقص 6.05. إذا 3.5 هنايا هو اللي راهو يتكرر، 3.5 3.5، ولذلك استخرجته كعامل مشترك. تصبح 12.52 ناقص 6.05 هي العبارة اللي راهي بين قوسين، كي نحسبها نلقاها 6.47. إذا أو يساوي 3.5 في 6.47، النتيجة هي 22.645. نمر الآن أعزائي التلاميذ إلى التمرين الموالي، وهو الكتابة على شكل جداء. يعني يعطيوني عبارة منشورة وحنا نكتبوها على شكل جداء. عندنا A يساوي 6X زائد 6Y، B يساوي 12.5 AB ناقص 12.5 XY، C يساوي 3A ناقص 3AB زائد 3ABC. كيفاش نحلو هذا التمرين؟ إذا قلنا نكتبوها على شكل جداء، معناها نستخرجوا العامل المشترك بين الجدائين. هنايا وشنو هو العامل المشترك بين الجداء الأول والجداء الثاني؟ هو 6. نستخرجوا 6 عامل مشترك، 6 في يبقى بين قوسين، الباقية قلنا نكتبوها بين قوسين، يقعد لي X زائد Y. B هي 12.5 AB ناقص 12.5 XY، العامل المشترك اللي رانا نلاحظوه بين هنا وهنا هو 12.5. إذا نديرو 12.5 في AB، الباقية هي اللي نكتبها بين قوسين، AB ناقص XY. C يساوي 3A ناقص 3AB زائد 3ABC. لاحظوا أنو 3A هو العامل المشترك، لكن كي نحي هنايا 3A رايح يقعد لي B، كي نحي هنا 3A رايح يقعد لي BC.
وكي نحينا ثلاثة أ ماذا يتبقى؟ طبيعة الحال يتبقى واحد، لأنه نقدر نكتب واحد في ثلاثة أ كما نقدر ما نكتبهاش، ولذلك يبقى لي هنايا واحد. إذا لما نخرج ثلاثة أ عامل مشترك تولي لي ثلاثة أ في واحد ناقص ثلاثة ب زائد ثلاثة ب سي. التمرين الثالث هو العكس تاع التمرين الثاني، كتابة ما يلي على شكل مجموع. سهلة، ننشر 6.5 على الأقواس اللي عندي. إذا د يساوي 6.5 في أ زائد 8 ب، أ يساوي 3 في 3 أ زائد 4 ب زائد سي، F يساوي 2 في 5 أ زائد 2 ب زائد 4 سي. الحل تاع التمرين، إذا هدايا 6.5 في أ زائد، عندي هنا زائد 6.5 في 2 ب، نزيدو 3 في 3 أ زائد 3 في 4 ب عفوا زائد 3 في س. علامة في بين العدد والحرف نقدروا نكتبوها، نقدروا نحيوها عفوا. إذن هنا نقدر ندير 3 سي فقط، كيما انا راهي 2 بي معناها 2 في بي. هنا 3 في 4 نقدر نحسبها، يعني الاعداد نقدر نضربهم في بعضهم. هنا كذلك 3 في 3 نقدر نحسبها. اف يساوي انشر 2 في 5 ا زائد 2 في 2 بي زائد 2 في 4 سي. قلت لكم أعزائي التلاميذ أنه نقدر نحسب هذه العبارات، 2 في 5 يساوي 10، معناها هنا تولي لي 10 أ، هنا تولي لي 4 ب، وهنا تولي لي 8 س. التمرين الرابع والأخير هو أنشر، هنا غيرت فقط صيغة السؤال، أنشر العبارة F يساوي 12 في بين العدد والقوس، نقدر ما نديرش علامة في لكنها جدال. 12 في 3 أ ناقص 1، كيفاش ننشروها؟ السؤال الثاني عفوا، احسب قيمة F من أجل أ يساوي 0.5، معناها عطيونا F شحال يساوي، كي نعوضو من أجل أ يساوي 0.5، معناها كي نعوضو أ ب 0.5. إذا أولا النشر، عندنا 12 في 3 أ ناقص 12 في 1، نقدروا نحسبوها، 12 في 3 تساوي 36، معناها رايحة تولي لي 36 أ ناقص 12. من أجل أ يساوي 0.5 قلت أنه في مكان أ نعوض ب 0.5، فتصبح أنا عوضت في العبارة الأولى، واللي عوض في العبارة الثانية المنشورة كذلك صحيح. من الأحسن نعوضه في العبارة الأولى، لأنه في فرض ولا في امتحان نخاف نكونوا غلطنا، نخاف نكونوا تفرفشنا، غلطنا في الحساب ولا، العبارة الأولى تقعد دائما صحيحة نقدروا نعوضوا فيها. إذا من أجل أ يساوي 0.5 قلت لكم وين نلقى أ، نعوضها ب 0.5، تصبح 3 في 0.5 ناقص 1، الأولوية للأقواس، والأقواس داخل الأقواس الأولوية للضرب. 3 في 0.5 هي 1 ونص، 1 ونص ناقص 1 يساوي 0.5، إذا 12 في 0.5 يساوي 6، F يساوي 6. أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية حصة اليوم، شكرا على حسن المتابعة والانتباه، لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد، مع السلامة.